مرت عبر معبر رفح البري اليوم 18 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والإنسانية والأدوات الطبية، بالإضافة إلى 4 شاحنات للمواد البترولية. في السياق ذاته، استقبل معبر رفح البري عددا من العربات التابعة لأسطول المستشفى الميداني الإماراتي محملة بالمواد الطبية وأعضاء الأطقم الصحية. المزيد يطلعنا عليه رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية في هذه المتابعة لمشهد المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري، حيث استقبل المعبر على مدار اليوم 18 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية و4 شاحنات محملة بمشتقات البترول وتحديدا من مواد الغاز. أيضا إذا تحدثنا عن مرور عدد من الشاحنات التابعة لأسطول المستشفى الميداني الإماراتي، منذ قليل دخلت من معبر رفح البري باتجاه الطرق المؤدية إلى منفذ كرم أبو سالم. أما عن استمرار الغارات الإسرائيلية في أماكن متفرقة من جنوب قطاع غزة، نتحدث عن استمرار لسماع دوين في جرات منذ الصباح وحتى الآن، وأيضا تصاعد لعدد كبير من الأدخنة الخاصة بالمناطق الجنوبية لقطاع غزة. هكذا كانت المتابعة، وإليكم الكاميرا.